بالنسبة للأوبريشنز على البروسيسز عمليات، السيستم المفروض يوفر لنا طريقة نقدر ننشئ بها بروسيس أو ننهي البروسيس. لازم تكون في طريقة زي دي عشان الأوبريتنج سيستم يكون شغال كويس، وإلا ما حيكون نقدر ننفذ أي بروسيس. فإنشاء البروسيس اللي هي تكون الستيت حقتها نيو، وإنهاء البروسيس بتكون الستيت حقت البروسيس اللي هي تيرمينيت. وبيناتهم الثلاثة ستيت اللي ذكرناهم قبل كده اللي هي رانينج، اللي هي ريدي ورانينج ويتينج. فالبروسيس تنشأ بعدك تدور في الثلاثة ستيت دي لحد ما تصل شنو تنتهي فيحصل ليش شنو تيرمينيشن. هنشوف كيف البروسيس بيتم إنشاء. أحيانا البروسيس بتنشأ بواسطة البيرنت، يعني البيرنت بروسيس عندي بروسيس بيرنت ممكن تنشي children processes، تنشي عمليات منها أبناء. العمليات دي برضها يعني مثلا نفترض عندي بروسيس بيرنت اسمها بي، أنشأت two process children بي 1 و P2. P1 نفسها ممكن تنشي children تحتها، و P2 برضو ممكن تنشي children تحتها، و children تحتها كل واحد ممكن ينشي children، وبالتالي ممكن تكون عندنا شكل 3. عادة البروسيس عندها تعريف، يعني أنا كيف أميز بين بروسيس و بروسيس؟ بيكون عندي identification ID، بنسميها بروسيس identifier اللي هي PID زي ما ظهر هنا PID. process identification، كل process عندها PID unique يعني يميز عن باقي البروسيسز. الresource sharing options يعني انا انشأت 3 من البروسيسز. طيب ال 3D بيكون عندي البيرنت والتشيلدرين حقهم كلهم بيكونوا شير ريسورسز، يعني لو البيرنت عنده ريسورسز ممكن التشيلدرين يتشاركوا معاه الريسورسز دي، والتشيلدرين برضو التشيلدرين بيقدر يعمل شير لسبسيت اوف بيرنتس ريسورسز، جزء من البيرنت ريسورسز ممكن يعمل ليه شير للتشيلدرين. البيرنت غالبا بيقدر يعمل شير لكل الريسورسز بتاعت التشيلدرين حقينه، والتشيلدرينز ممكن يتشاركوا مع سبسيت من حقة البيرنت، والبيرنت والتشيلدرين ممكن شنو شير نو ريسورس، ممكن ما يتشاركوا الريسورس. يعني عندي ثلاثة خيارات، ممكن البيرنت والتشيلدرين يشارك كل الريسورسز، ممكن يشاركوا في سبسيت من الريسورس، وممكن ما يكون في ريسورس شير بيناتهم. ال execution options يعني لما نجي انفذ انا ال process، البيرنت والتشيلدرين execute concurrently، ممكن يشتغلوا شنو بالتزامن، يعني الاثنين مع بعض في نفس الوقت. ممكن يكون في بيرنت شغال، وممكن تكون عنده تشيلدرين شغال معاه في نفس الوقت. البيرنت بينتظر لحد ما التشيلدرين يحصل ليه تيرمينيت. دي واحدة من النقاط في الاوبريتنج سيستم. مثلا عندي بيرنت انشأ تو تشيلدرين، التو تشيلدرين ديل ما دام شغالين وما حصل لهم تيرمينيشن، البيرنت ما يقدر يعمل تيرمينيشن، بينتظر لحد ما التشيلدرين ينتهوا حتى ان هو ينتهي. البروسيس execute last statement and then ask the operating system to delete it using شنو exit. يعني البروسيس لما تخلص اخر عملية تكون حصل لها termination انتهت، بتطلب من operating system انه يمسحها، عمل لها delete بواسطة امر اسمه exit system call، تستدعي نداء نظام اسمه exit للـ operating system فيعمل شنو ينهي او يحذف البروسيس.
وبيحصل return للstatus data from child to parent، يعني بواسطة شنو أمر اسمه wait. الstatus data بترجع من ال children للأب، من ال من ال من الابن للأب بواسطة wait system call. ال processes resources deallocated by operating system، يعني أي process عندها resource كانت شغالة فيه وفاتحة ملفات مستخدمة طابعة مستخدمة أي resource، ال operating system لما يحصل termination لل process هو بيعمل deallocate بيحرر ال resources دي من ال process. وال parent أحيانا ممكن يعمل terminate execution of children processes باستخدام شنو حاجة اسمها abort system call. system call بتاع abort ده بيخلي البيرنت يستخدم abort عشان ينهي شنو، ينهي البروسيسز اللي الchildren processes، يعني الاب ممكن ينهي البروسيسز الابناء حقينه بواسطة abort، يوقف شغلهم. و الريزون يعني ليه البيرنت بيوقف او بينهي بيعمل ترمينات للتشيلدرين، احيانا الشايلد has exceed allocated resources، يعني انا عندي child البروسيس عندها child، الشايلد زاد استخدم resources زيادة من المسموح له بها، فالبيرنت ممكن يعمل ليه شنو، يعمل ليه abort ينهيه او يوقف التنفيذ حقه. احيانا برضو التاسك اللي اوكلت للشايلد بقت ما نو لانجر ريكوايرد، يعني ما دايرينها خلاص، نحن ادينا تاسك، التاسك بقينا ما محتاجينها، فبرضو نعمل له شنو ابورت. واحيانا برضو البيرنت عايز يعمل شنو، عايز يعمل اكزيت، عايز يعمل ترمينيت، والاوبريتنج سيستم ما بيسمح للتشيلدرين او لاي جايل يستمر يشتغل والبيرنت حقه شنو ترمينيت. فدي ثلاثة اسباب بتخلي البيرنت يعمل ترمينيت للتشيلدرين بروسيس حقته، يا اما الجايل زاد من استخدام الريسورسز المسموح له بها، او المهمة اللي كان بيقوم بها بقت ما عايزينها خلاص، او البيرنت عايز ينتهي، عايز يعمل ترمينيشن، فلازم يعمل ترمينيت لكل التشيلدرن حقه قبل ما يطلع، لانه البريتنج سيستم ما بيسمح له يعمل ترمينيت ما دام التشيلدرن حقينه شغالين. بعض الاوبريتنج سيستم ما بتسمح للتشايلد انه يكون موجود اذا كان البيرنت حصل له ترمينيشن او ترمينيت، اذا البيرنت انتهى فما بتخلي الشيلدرين يشتغلوا. فهنا اذا كان البروسيس terminates then كل الشيلدرين must شنو also terminated معه سوا. نجي نتكلم عن الويب براوزرز. الويب براوزر بعضها بنسميه عنده او بيشتغل كسينجل بروسيس، يعني وغالبا دي ويب براوزر قديمة، يعني اذا انت فتحت الويب سايت او حصل مشكلة في ويب سايت انت فاتحه، معناها كل البراوزر بتحصل ليه هانج، تعلق ما تقدر، ويحصل ليه او كراش ما تقدر تعمل حاجة، يعني هي سينجل بروسيس. لكن الان البراوزر الجديده معظمها ملتي بروسيس، يعني فيها البراوزر نفسها جواه في كم بروسيس بيشتغلوا مع بعض، زي جوجل كروم. جوجل كروم عنده ثلاثه انواع من البروسيسز، ثلاثه انواع شغالات مع البراوزر جواه. اول نوع من البروسيسز اسمه البراوزر بروسيسز، ده مهمته اداره اليوزر انترفيس، يعني انت لما تفتح جوجل كروم وتدخل سيرش او تكتب اوامر او كذا،
ده هنا الجزء ده بيتعامل معاه هو. وأيضا البروسيس دي مهمتها برضو التعامل مع الديسك والدخل والخرج من الشبكة. دي مهمة النوع الأول من البروسيس الموجودة في الجوجل كروم، تتعامل مع اليوزر انترفيس، مع الديسك، مع النتورك. النوع الثاني مهمته اللي هي الريندر بروسيس. الريندر بروسيس هي بتعمل ريندرز الويب بيج، تتعامل طبعا عشان تعمل ريندر بتتعامل مع ال HTML زي ال HTML والجافا سكريبت اللي هم بيعملوا تنسيق وإظهار لمعلومات الصفحة في الشاشة. A new render created for each website open، يعني أي صفحة أنت تفتحها بيكون في new render ليها يتعامل معاها ويجهزها. بتشتغل ال process دي render process، يعني عند البراوزر process قلنا بتتعامل مع اليوزر انترفيس والديسك والنتورك. الريندر بروسيس بتعمل ريندرينج للصفحات، وكل صفحة جديدة بيكون عندها ريندر ينشأ عليها خاص بها. بيشتغل الريندر في حاجة اسمها الساند بوكس. ساند بوكس يعني انت الريندر ده بتشغله في صندوق مقفول، ممنوع يطلع للهارد ديسك ولا للشبكة ولا للسيستم، يكون بس شغال جوه الصندوق حقه ده. وده بساعد شنو في تقوية السكيورتي وسد الثغرات اللي ممكن يحصل بها، لأنه لو أنت أديت أكسس للصفحات دي إنها تأكسس الهارد ديسك أو تأكسس السيستم حقك أو النتورك ممكن شنو تعمل مشكلة في الجهاز. فدائما هي بتكون في حاجة اسمها الساند بوكس. والبلاجين بروسيس هي كل نوع من البلاجين بيكون عندك له بلاجين بروسيس. دي الثلاث انواع في البراوزر. ايضا احيانا البروسيسز بتكون عايزة تعمل كوميونيكيشن مع بعض البعض، نسميها انتر بروسيس كوميونيكيشن. يعني عندي بروسيسز في السيستم عايزة تعمل كوبريتنج مع بعض. طبعا البروسيس يا اما تشتغل مستقلة اللي هي اندبندنت، او كوبريتنج عايزة تتعاون مع بروسيس الثانية. طبعا اسباب الكوبريتنج دي ممكن يكون لمشاركة الموارد، لأنه كم بروسيس عايز يشتغلوا سيستم واحد مشترك، وأسباب زي دي. فالأوبريتنج الكوبريتنج بروسيس دي ممكن تتأثر ببروسيس تانية وتؤثر على بروسيس تانية في السيستم. وهي دائما غالبا زي ما قلنا بتشتغل لحاجة مشتركة زي الداتا بيناتهم. مثلا يكون عندي 3 أو 4 بروسيسز كلهم عايز يعملوا مثلا ترتيب لداتا ضخمة، فبنقسم الداتا على البروسيس، او نخلي كل بروسيس تشيل جزء من الداتا تعمل لها سورتينج وترجع النتيجة، فده مشاركة في عمل واحد مشترك. الكوبريتنج بروسيسز بتحتاج انتر بروسيس كوميونيكيشن نسميه IPC، يعني محتاجة تتواصل مع البروسيس الثانية. ما هي متعاونة عايزة تتعامل مع بروسيس ثانية شغالة في النظام، فعشان تتعامل مع بروسيس الثانية لازم تعمل كوميونيكيشن معاها، نسميه انتر بروسيس كوميونيكيشن. الانتر بروسيس كوميونيكيشن ممكن يحصل بطريقتين، يا اما زي انا قلت عايز اعمل سورتنج للداتا، الداتا دي بتكون موجودة في ذاكرة مشتركة مثلا، وكل بروسيس تجي تشيل جزء من الداتا تعمل له سورتنج. فاذا بروسيس 1 شالت جزء من الداتا، بروسيس 2 المفروض تشيل جزء تاني غير اللي شالته بروسيس 1. ده التنسيق بيناتهم، احيانا يكون سينكرونايزيشن تزامن او كذا. فالشيرد ميموري كل البروسيسز بتشارك في، تكون الداتا في ميموري مشترك وكلهم يصلوا للميموري دي من خلالها يتبادل البيانات. فاذا بروسيس 1 عايزة تدي بيانات لبروسيس 2 بتضعها في الشيرد ميموري، وبروسيس 2 بتجي تشيلها من الشيرد ميموري. الطريقة الثانية لو ما عايزين نشتغل بالشيرد ميموري، في طريقة ثانية اسمها المسج باسنج.
بروسيس 1 عايزه تدي معلومه لبروسيس 2 ترسل لها رساله، او بروسيس 1 عايزه داتا من بروسيس 2 بترسل سند انا عايز الداتا الفلانيه، بروسيس 2 بترسل سند بالداتا، بروسيس 1 بتعمل ريسيف يعني سند الريسيف. ده طريقه المسج باسنج بين البروسيسز زي الشكل ده هنا. ملاحظ انه بروسيس A وبروسيس B بتبادل البيانات. مثلا بروسيس A عايزة تدي معلومة لبروسيس B، فهتمشي وين؟ ترسلها للذاكرة المشتركة، وتجي بروسيس B عايزة المعلومة بتمشي للذاكرة المشتركة تشيلها من هنا، ده الشيرد ميموري. بالنسبة للمسج باسنج، بروسيس A عايزة تدي معلومة ل A وعايزة تشيل معلومة من A، بترسل رسالة لشنو؟ لحاجة اسمها المسج كيو. فالمسج كيو بيكون فيه الرسائل المرسلة ل B، و B هتشيل الرسالة من المسج كيو، إرسال رسائل أو تبادل رسائل. كده أخذنا فكرة عن الباب الثالث اللي هو العمليات. أهم ما فيها إنه عندي 5 حالات للعملية. الحالة الأولى إنها جديدة creation لبروسيس، فبتدخل السيستم تجي في المين ميموري تكون ready، تدخل للسي بي يو تبقى الستيت حقتها running، لو احتاجت أي دخل أو خارجة وحصل لها interruption بتطلع وين؟ بتطلع في الحالة waiting. من ال waiting إذا المعلومات جاتها بترجع تاني ready، وتستمر البروسيس بعد ما أنشأت ودخلت للمين ميموري بتكون في 3 حالات، يا يعني إما هي ريدي منتظرة تدخل السي بي يو، أو شغالة جوا السي بي يو حالتها رانينج، أو منتظرة حاجة إيفنت يحصل فهي في الحالة بتاعت ويتنج. فتظل البروسيس في ال3 حالات دي، يا إما ريدي أو رانينج أو ويتنج لحد ما تخلص. خلصت بتنتقل لحالة تيرمينيشن وبتطلع من النظام. دي أهم حاجة في البروسيس.